اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي. نروح مع بعض نشوف اللي اتكتب على السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره، خاصه ان كل الكلام متعلق بالموسم الجديد. اول حاجه حساب الوطن سبورت على تويتر: الاهلي يضع خارطه قائمه الموسم الجديد قبل ارسالها لاتحاد الكوره. طبعا زي ما قلت في البدايه، في مساله القائمه المحليه في توقيتات متعلقه بتسجيل القائمه، فتح التي ام اس من 1/9 حتى 10 اكتوبر، والقائمه الافريقيه اخر ميعاد ليها يوم 15/9، وبالتالي الاهلي بالتاكيد محدد كل الاهداف دي خلال الفتره اللي جايه، وفي اجتماعات تمت في الساعات القليله الماضيه بخصوص التحضير لقائمه الفريق وتحديد كمان من المعارين اللي هيرجعوا للفريق الاول في الفتره اللي جايه، وبالتالي كل المواعيد عند لجنه التخطيط وبيتم التحضير لكل ده واعلانه بشكل رسمي في التوقيت الرسمي خلال الفتره اللي جايه. طيب نروح كمان لحساب في الجول، وحساب في الجول من خلال الاكونت على تويتر: الاهلي يترك اختيار المباراه الوديه الثانيه في معسكر هولندا للمدرب الجديد. يعني لا تعليق، لان بالتاكيد مليون في الميه الاهلي مش هيحدد مباريات وديه مدى قوتها او اهميتها بالنسبه لمرحله الاعداد الا لما يكون في مدير فني، وده هيتم تحديده في الفتره اللي جايه. عموما هننتظر ونرى، لان خلال الفتره اللي جايه بالتاكيد هيكون في اعلان لكل هذه التفاصيل مع انطلاق الموسم او مع نزول الفريق للتدريبات الجماعيه على يوم 10/9 باذن الله. حساب اليوم السابع بيتكلموا على اكرم توفيق: اكرم توفيق يسجل الظهور الاول ويشارك في وديات الاهلي بمعسكر هولندا. اليوم السابع بتتوقع بناء على رؤيه ولكنها ليست معلومه رسميه، لان اللي هيحسم مشاركه اكرم توفيق في معسكر هولندا والمباريات الوديه هما الجهاز الطبي والمدير الفني، ولكن من خلال رؤيه ان اكرم كان بيتمرن اخر شهر ونص او شهرين في التدريبات الجماعيه، فالطبيعي مع بدايه الاستعداد واول مباريات وديه هيكون موجود، ولكن الامور دي بنقف عندها شويه لغايه لما يتم الاعلان عن الجهاز الفني ونشوف القائمه ازاي في السنه اللي جايه. حساب اليوم السابع: الاهلي يتمسك باستمرار مصطفى شوبير في الموسم المقبل. انا قلت الموضوع ده قبل كده واتكلمت ان الاهلي عنده احسن حراس مرمى في مصر، وفي تدرج في المراحل السنيه مش موجود عند اي فرقه في الدوري المصري. ولو تبصوا بلغه الارقام، لان لغه الارقام لا تكذب ولا تتجمل، الاهلي اقوى خط دفاع واقل فريق دخل مرماه اهداف، وده في ظل ان شارك السنه دي مع الاهلي ثلاث حراس مرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، وبالتالي الاهلي عنده احسن حراس في مصر، وبالتاكيد لجنه التخطيط وقطاع الكوره هيشوفوا الفتره الجايه الاهلي محتاج ايه، لكن اكيد هيكون في تدعيمات في مراكز في الفتره اللي جايه قد تكون بعيده تماما عن مركز حراسه المرمى. طيب نروح لي في الجول، وخبر في الجول: الاهلي يقترب من قطع اعاره مغربي وموقف اللاعب. ده الخبر اللي كنت بتكلم عليه في البداية. للأسف يعني أنا شفت في تفاصيل الخبر إن الأهلي هيدفع 50,000 يورو للنادي التشيكي اللي كان بيشارك في محمد مغربي الفترة الأخيرة. قلت وبأكد تاني، أولا الأرقام دي غير صحيحة، ثانيا الأهلي هو بيبرم اتفاقات مع هذه الأندية أو مع هؤلاء الأندية في إعارة عدد من لاعبي قطاع الناشئين، في اتفاق إن مع كل مرحلة انتقالات بيتم يعني وضع طرف ان الاهلي يكون ليه الاولويه انه يرجع اللاعب وقطع الاعاره، دي ثانيا. ثالثا اللاعب لم يتحدث لاي وسيله اعلاميه ولم يعني يصرح انه اشترط على الاهلي لكي يعود انه يشارك بشكل اساسي، كل هذه الاخبار والتصريحات غير صحيحه. وبالطبع الاهلي عنده استراتيجيه مهمه جدا في ملف المعارين الفتره اللي جايه، ابرزها ان العناصر الاساسيه اللي ممكن تكون موجوده في الفريق الاول ايا كانت اماكنها او بتلعب فين هيتم يعني التعاقد معاها وعودتها من جديد الى الفريق الاول، وده شفناه مع بعض اللعيبه، في منهم طلع اعارات في الدوري المصري وفي لعيبه هيتم عودتها، ابرزهم طبعا محمد مغربي لحين تحديد موقفه وقيده في القائمه المحليه والافريقيه، لان انت عندك قائمه بمواعيد معينه لازم تحددها، فبالتالي لازم تحط كل اللعيبه قدامك عشان تشوف احتياجاتك في الفتره اللي جايه. آخر حاجة جريدة الشروق بتتكلم على مؤمن زكريا، ولكن الموضوع ده محتاج شرح، عشان كده أطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع نتكلم على مؤمن زكريا، لأن في تصريحات مهمة جدا قالها مؤمن زكريا امبارح بالتأكيد لازم نلقي الضوء عليها.